علي حسن يقول: ما حكم لقطة المال؟ لقطة المال لها أحكام. الإبل لا يجوز التعرض لها لأنها ليس عليها خطر. قال صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها صاحب. وأما لقطة الذهب والفضة والطعام والأموال المنقولة، فهذه إذا كان لها شان ولها قيمة فإنه يأخذها بشرط أن يعرفها سنة، يعرف علاماتها الفارقة ثم ينادي عليها سنة: من ضاع له كذا، من، حتى يجد صاحبها فيسلمها إليه. فإن تمت السنة وهو يعرفها ولم يأتي أحد فإنه يستنفقها، تكون ملكا له، ملكا مراعى. لو جاء صاحبها أي يوم من الدهر يدفعها إليه إلا إن سمح بها. وأما الشيء التافه الذي لا قيمة له كالتمرة والشيء اليسير والعصا القصير والحبل الذي ليس له قيمة، لا بأس أن يأخذه وينتفع به. رأى صلى الله عليه وسلم ثمرة ساقطة في الطريق فأخذها وقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. دل على أن الشيء اليسير ينتفع به الإنسان.